يا يعني عمر انا عايز اغني شويه. بالمناسبه الناس دلوقتي بتسال بتقول احنا عاوزين، يمكن لانه بعض الناس عرفتك لما غنيت مهرجانات، فبعض الناس بتسال ايوه احنا ما نعرفش بقى اللون التاني اللي كان بيغنيه عمر زمان، ممكن تسمعنا حاجه من اللون اللي كنا بنحب نسمعه منك؟ اما انا كنت مختار مواضيع كتيره، كنت انا بقول يا ويلي من الغربه يابا، ويلي 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 ويلي، بعد سنين في الغربه شافوني قالوا لي جايب ايه من بره، قلت يا ريتهم لو سالوني انا في الغربه بكيت كم مره، جبت حاجات من اللي يحبوها، جبت فلوس ويا ريت ياخدوها ويردوا لي شباب ضاع مني وسنين مت وهم عاشوها. كنت عامل اغاني كتير، لو كنت عامل عمر برضو مين بيسلطنك يا عمر؟ يعني لما بتحب تتسلطن بتسمع مين؟ القديم كله طبعا، مين يعني؟ يعني الست وردة، الفنانة أم كلثوم، بتسمع صداع ايه حلو، الوردة يا عمر؟ كل حاجة ليها بس. يعني سمعني حاجة كده الوردة. يا كتير يا مالي، وانا مالي وانا مالي بالاحزان، انا مالي عايشه في احلى ليالي، ويا حبيبي الغالي بحبك اوي يا عيوني بحبك، مهما لموني ما يلوموا، طب وانا مالي، طب وانا مالي، انا مالي كده، يعني بسمع كل حاجه.